بسم الله الرحمن الرحيم. قول يا شيخ. أقول أحسن لك. بعض الناس فهم من كلامكم في كتاب التوحيد الذي هو من تأليفكم حول قضية الحاكمية, الحكم بغير ما أنزل الله, بأنكم تكفرون الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله بعينه, وينزلون هذا الكلام على حكام الخليج. اللي له هوا يدور على شيء. الكلام واضح, ما في إشكال, الكلام واضح وفيه تفصيل مذكور. وقيل بعد ذلك إن اللي يزيح الشريعة نهائيا ويجعل مكانها القانون, هذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن من الشريعة, ومن رأى هذا الرأي هو كافر. ما في شيء, هذا مذكور بنفس الكتاب. لكن هم يأخذون حسب فهمهم اللي يصلح لهم ويتركون بقية الكلام, ولا لو قرأوا الكلام من أوله اتضح. وكلام الشيخ محمد إبراهيم هو كذلك. هو كذلك, نعم. يقول من إزاح الشريعة وجعل مكانها القانون, فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن من الشريعة, ومن كان يرى أن القانون أحسن من الشريعة فهو كافر عند الجميع. ما في شك. يعني حكام الخليج يا شيخ؟ لا ما نقدر عن حكام الخليج, ما ندري عنهم ولا ايش ظروفهم ولا ايش احوالهم. الكلام كلام عام, اما الاشخاص والمعينين فلا يحتاجون عادي الى نظر. يعني فرق يا شيخ بين التعيين وبين الحكم العام؟ وبين الحكم العام. وانما انتم اردتم الحكم العام, الله يحفظكم. الحكم العام ما في شك. احنا قلنا حكام الخليج؟ لا ما ذكرتم, لكن هم اخذهم الهواء. ايه هواء ما هو بنافعهم. هذا لا كفروا هم حكام الخليج, شو بيسوون؟ هذا الإصلاح, تكفير حكام الخليج هل هو من الإصلاح؟ ما ليس من الإصلاح, هل هو الإصلاح؟ هذا من إثارة الفتنة. جزاك الله خير.